بيكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهاردة هنتكلم عن السرعة المنتظمة والغير منتظمة والسرعة المتوسطة والسرعة النسبية. في الشكل اللي قدامنا ده، هل تعتبر حركة الشخص على طول المسار ده حركة منتظمة، حركة بسرعة منتظمة ام سرعة غير منتظمة، مع بيان السبب. هنبدأ ندرس الشكل. الشخص ده اتحرك مسافة متر، اللي هي 1 متر، المنطقة دي كده 1 متر في زمن قدر 1 ثانية. عارفين طبعا السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى 1 متر على 1 ثانية، يبقى السرعة هنا هتساوي 1 متر لكل ثانية. طيب هيبدأ اول ما يوصل عند اول ما يخلص اول متر، المسافة من 1 متر لحد 3 متر، يعني المنطقة التانية دي، لحد ما يوصل للنقطة دي كده، تمام؟ من 1 متر لحد 3 متر كده يبقوا كام؟ 3 ناقص 1 يبقى كده مترين. يعني المنطقة دي كده اللي عليها السهم دي عبارة عن مترين، قطعهم في 2 ثانية، يبقى السرعة هنا هتساوي 2 متر على 2 ثانية، يبقى السرعة هتساوي 1 متر لكل ثانية. طيب هنروح للمنطقة التالتة دي، من 3 متر لحد 4 متر قطع متر في 1 ثانية، يبقى السرعة بتساوي 1 متر على 1 ثانية، 1 متر لكل ثانية، يعني نفس السرعة. طيب في المنطقة الرابعة اللي هي لما قطع من ابتداء من النقطة المكتوب عليها 4 متر لحد ما وصل للنقطة المكتوب عليها 7 متر، من 7 لحد 4 دي 3 متر، قطعهم في 3 ثانية، يبقى معنى كده السرعة في المنطقة الرابعة دي هتساوي 3 متر، المسافة على الزمن 3 متر على 3 ثانية، يبقى هتساوي 1 متر لكل ثانية. نستنتج من الشكل ده ان الشخص ده بيقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية، يعني سرعته هنا سرعة منتظمة، بالرغم من انه المسافات اللي بتتقطع مختلفة، ولكن لما بنقسم في كل مرة بنقسم المسافة على الزمن بيطلع لنا السرعة ثابتة، تمام؟ يبقى نستنتج ان كده السرعة اللي بيتحرك بيها هنا سرعة منتظمة، لانه بيقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية، يعني بيقطع متر في كل ثانية، تمام؟ لما نقول بقى ما الفرق بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة. السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طيب السرعة بقى غير المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، تمام؟ بعد كده هنبدأ السرعة المتوسطة اللي بيرمز لها بالرمز عين شرطة. طبعا هي المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي اللازم لقطع هذه المسافة. مثال او مسألة عليها بيقولك احسب السرعة المتوسطة لجسم يقطع مسافة قدرها 84 متر خلال 12 ثانية، ثم قطع 56 متر خلال 8 ثانية، ثم قطع 28 متر خلال 4 ثانية. هنا بنبدأ نقسم المسافة على الزمن، بس ازاي؟ الاول بنجمع المسافات كلها، نجمعها فنبدأ نقول الاول المسافة الكلية. المسافة الكلية اللي هي ال 84 وال 56 وال 28 دول كلهم هنجمعهم مع بعض هيدي 168 متر. بعد كده هنجمع كل الازمنة الموجودة في المسألة، يعني ال 12 ثانية هنجمعهم مع 8 ثانية مع ال 4 ثانية، 12 زائد 8 زائد 4 هتساوي 24 ثانية. هنحسب السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية، يعني مجموع المسافات اللي احنا جمعناها، على الزمن الكلي اللي هو مجموع الأزمنة اللي موجودة اللي احنا جمعناها. يبقى المسافة الكلية هتبقى 168 على 24، هتبقى السرعة المتوسطة 7 متر لكل ثانية. دلوقتي بقى نتكلم عن السرعة النسبية، هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك. يعني هنا بحكم على سرعة الجسم بالنسبة لسرعة او لجسم تاني،
يعني بنسب بسرعته، سرعة الجسم اللي عندي ده بنسب سرعته لجسم تاني، لحركة جسم تاني او لسكون جسم تاني. فهي السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك. فعندنا هنا المثال الاول، مراقب ساكن يعني واحد قاعد على كرسي او قاعد في مكان او ثابت في مكان مش بيتحرك، تمام، اللي هو ده مثلا. وده دي السيارة او العربية اللي احنا عاوزين نشوف السرعة النسبية بتاعتها بتساوي كام. السيارة دي اصلا بتتحرك بسرعة، السرعة الفعلية لها 90 كيلو متر لكل ساعة، يعني كل ساعة بتقطع 90 كيلو متر، دي السرعة الفعلية لها. احنا عايزين نحسب السرعة النسبية لها بالنسبة لمراقب ساكن، يعني بالنسبة لشخص واقف في مكانه مش بيتحرك. فهنا بيقول لك كم تكون السرعة النسبية بالنسبة لمراقب ساكن. هنا السرعة النسبية للعربية الحمراء دي هتساوي السرعة الفعلية، يعني هتساوي 90 على اساس المراقب ده ساكن، يعني كأنه مش موجود بالظبط. فبالتالي سرعتها النسبية هتساوي سرعتها الفعلية، هتساوي 90 كيلو متر لكل ساعة، تمام. هنا في المثال ده كم تكون السرعة النسبية بالنسبة لمراقب متحرك في نفس الاتجاه، يعني السيارة اللي عندنا اللي هي السرعة الفعلية 90 كيلو متر اللي هي السيارة الحمراء دي، عايزين نشوف السرعة النسبية لها بس المرة دي بالنسبة لمراقب متحرك، ماشي، متحرك ايه؟ في نفس اتجاه حركتها زي ما شفنا في الرسمة دلوقتي. مراقب متحرك في نفس الاتجاه بسرعة 70 كيلو متر كل ساعة. لاحظنا هنا ايه؟ السرعة الفعلية للسيارة الحمراء 90، المراقب المتحرك بيتحرك برضو في نفس الاتجاه بسرعة 70 كيلو متر. طيب هنعمل ايه بقى؟ يبقى هنا بنحسب السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية للسيارة الحمراء ناقص سرعة المراقب، يعني بنطرح 90 ناقص 70 هتساوي 20 كيلو متر لكل ساعة. نستنتج هنا ان السرعة النسبية بتكون اقل من السرعة الفعلية، يعني السرعة النسبية للسيارة الحمراء يعني الشخص اللي راكب في العربية الزرقاء دي اللي هي يعتبر مراقب متحرك، وهو راكب في العربية الزرقاء ديت، هيتهيأ له ان سرعة العربية الحمراء 20 بس، هيبقى شايفها كأنها بتتحرك بسرعة 20 بس، تمام كده. يبقى السرعة النسبية هنا بتكون اقل او بتبدو اقل من السرعة الايه؟ الفعلية. ثانيا، كم تكون السرعة النسبية للسيارة الحمراء بالنسبة للمراقب متحرك في عكس اتجاه السيارة؟ يعني انا عندي هنا سيارة حمراء، عايز اعرف السرعة النسبية الخاصة بيها بس المرة دي بالنسبة للسيارة الزرقاء اللي هي تعتبر مراقب متحرك في عكس الاتجاه زي ما واضح في الصورة. هنا بقى في الحالة دي طبعا هي السرعة الفعلية للسيارة الحمراء 90 وسرعة المراقب المتحرك 70، نفس المثال اللي فات، بس هنا الفرق في ايه؟ ان هنا السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب، مش ناقص بقى، هنا زائد سرعة المراقب. فهيبدو للي راكب العربية الزرقاء اللي هي تعتبر مراقب متحرك الركاب او الناس اللي راكبة في العربية الزرقاء، هيظهر لهم العربية الحمراء كأنها بتجري بسرعة اكتر من سرعتها الفعلية، يعني هتبقى السرعة النسبية للسيارة الحمراء عبارة عن سرعتها الاصلية اللي هي 90 زائد سرعة المراقب اللي هي 70، يبقى هتساوي 160. فبالتالي السرعة النسبية للسيارة الحمراء هتبدو للمراقب اللي راكب في العربية بتمشي عكس اتجاه السيارة الحمراء، هتبدو ليه كأنها بتتحرك بسرعة اكبر من سرعتها الفعلية، تمام. يبقى في المثال ده بتكون السرعة النسبية اكبر من السرعة الفعلية.